مساء الخير. أولا أنا مبسوط إن أنا معاكم، ومختصر بس الكلام ده كده ردا على رضا عبعال. رضا عبعال بقاله يومين عمال يحزق كتير، شغال حزق مع إبراهيم فايق وشغال إمبارح برضه حزق. الكلام بس في المختصر يعني. يوم المداخل يوم الحلقة بتاعتي مع إسلام صادق، معرفش هو سمع بس إيه حتة معينة كده على حسب مزاجه، تمام؟ إسلام صادق بيتكلم معايا، أنا بتكلم على موضوع الماسك اللي أنا ما عجبنيش. فاسلام صادق بيتكلم معايا بيقول لي الحاجات دي بتعجب الجماهير وبيضحكوا عليها، فقلت له معلش احنا مش في مسرح مصر، يعني كلامي في الحته دي. ويا كابتن رضا او يا رضا عبعال، انا اول واحد ساندك كان الموضوع اصلا اول مباراه ليك كانت اف سي مصر، كان كله مطلعك ترند وكان كله بيتريق عليك عشان عايزين نشوف الكوميديا يعني. اتمنيت لك التوفيق، واول واحد دعالك ان ربنا يوفقك، لانك انت هتبقى يعني حد وجه جديد في الدوري المصري، وعايزين احنا الاجواء دي تبقى موجوده يعني، تمام؟ مباراه الزمالك ما عجبنيش تصرف معين واتكلمت عليها، خلاص؟ جيت مباراه الاهلي الحمد لله كل الناس اللي عندي على تويتر او اللي على السوشيال ميديا شافوني ان انا اتكلمت عنك كويس، قلت ان انت عملت مباراه هايله وليك اجواء كويسه جدا عملتها جوه الملعب. ما اتكلمتش في اي حاجه تاني، تمام؟ فوجئ امبارح ان اسلام صادق، تمام؟ وقبليها ابراهيم فايق مكلمني بيحاول يهدي الاجواء. انا من امبارح هادي عليك لحد اخر لحظه، لحد اخر لحظه. افوجئ النهارده ان انا انزل ابص الاقي ناس بتكلمني وبعتها لي رساله كده كلام، معرفش انت بتهرتل ولا انت شايف ايه بالظبط يعني. اولا انا ما بجيش بالطريقه دي. رحت اتكلمت مع ابراهيم فايق، اتكلمت ان انا مش هبقى موجود، مش هبقى معاه في الاستوديو. يا عم عنك ما كنت موجود، هو انا قاعد مع مين يعني؟ مش فاهم يعني، مش فاهم بصراحه ايه موجود مش موجود. انا اللي بيني وبينك شغل، انا ما بك يعني انا مش هطبطب عليك حضرتك، تمام؟ لما كنت كويس اتكلمت عليك كويس، لما كنت وحش قلت عليك وحش، هي دي القصه. انا مش هطبطب لك، وانت ياما انتقدت ناس وناس زعلت ناس كتيره جدا، وده الاسلوب العادي يعني. اما هتتكلم بقى شعر وهتتكلم فني، انت عارف يا كابتن رضا او يا رضا عبد العال يعني مين هو ابراهيم سعيد؟ اهدى على نفسك كده شويه، ما تقعدش تحزن كتير وما تصدقش نفسك، اوكي؟ واللي ما بيني وما بينك شغل. موضوع تاني ان انت عمال تتكلم كتير وتهرتل، اهدى عشان ايه؟ اقسم بالله كم مره انا ولا بتفرق معايا اي حاجه، والله ولا بتفرق معايا اي حاجه، صدقني اقسم بالله ولا فارقه. انا احترمتك وتعاملت معاك ان انا اخ، وكنت بتتريق عليا ومش عارف ايه، والسلك عريان ودي هربانه منه ومش هربانه منه، والمكنه خفيفه، وما كنتش بزعل، كنت بتتكلم كده على الهوا، تمام؟ فالموضوع انت تخطيته قوي، وتقريبا عشان سكت فانت افتكرت نفسك ان انت ان ابراهيم مش هيرد عليك، لا ده انا هرد عليك وامسح بكرامتك الارض واوديك واجيبك واعصرك، تمام؟ احترم نفسك. انا اتعاملت معاك ان انت اكبر مني وكابتني، بس من دلوقتي مفيش كابتني. ايه ده كده يا كابتن رضا او يا رضا عبد العال؟ وانا مش عام، خلاص؟ اعرف حدودك كويس، واللي بتتكلم عليه ده الحمد لله من عند ربنا. لعبت الاكبر انديه في مصر، لعبت منتخب مصر اللي انت ما لعبتوش اساسا يعني، انت ما عتبتش منتخب مصر ده، تمام؟ فموضوع ان انت بقى طالع بقى شو وبتاخد موقف مع ابراهيم سعيد وبتتكلم على ابراهيم سعيد بالشكل ده، لا انا هعرفك مين ابراهيم سعيد، تمام؟ ونفس القصه صدقني والله العظيم ما بهزر، لو حطيتك في دماغي لا تزعل وهزعلك. واللي ما بيني وما بينك شغل، عايز تبقى معايا في استوديو مش عايز تبقى معايا في استوديو مش فارقه، انا كده كده بحب اطلع لوحدي. انت بتطلع بتاخد الميكروفون لوحدك وما بتسيبش، ما بتسيبنيش اتكلم وقول معلش، ده اخويا وكابتني. من النهارده مفيش كابتني، قشطه حبايب. واللي ما بيني وما بينك شغل، واهدى على نفسك عشان بعرف اهزق وبعرف امسح بكرامتك الارض واعرف اوديك واجيبك واعصرك حبيبي. والمداخله اللي انا عملتها امبارح، انا لو اعرف اقسم بالله ان انت اتكلمت عليا قبليها كده، انا مش عايز اقول لك كنت هعمل فيك ايه. حظك حظك ان انا ما تابعتكش، حظك. والمصحف ده انت بص قوم صلي ركعتين شكر لله كده ان انا ما سمعتش الكلام اللي انت قلته عليا قبليها، والله العظيم لولا هدوني عليك انا كنت عملتك كده حبيبي.